السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب السادس المهني في الفرع الزراعي، أهلا وسهلا بكم في حل أسئلة الدور التمهيدي لمادة الرياضيات العام 2022. عندنا أولا الإجابة عن 5 أسئلة فقط، ولكل سؤال 20 درجة. السؤال الأول: جد معادلة الدائرة التي تمس المحورين وتمر بالنقطة 4 و2. لحل هذا السؤال احنا ايش عندنا؟ سؤال أول فرع ألف، اول شيء انا ايش قد عند النقطة 4 و2، بما انها تمس المحورين، معناها سي اتش و كي هي نفسها سي ار و ار، هاي بما انها تمس المحورين، هذا المركز، يكون هكذا. اذا اكس ايش عندي اني؟ اكس هي 4 وواي هي 2، صح؟ من النقطة اكتب معادلة الدائرة ار تربيع زائد 2 ناقص ار تربيع يساوي ان ار تربيع. من هذا راح اطلع، النقطة، راح اطلع ار بتعويض بالنقطة، راح اطلع ار. فايش راح يصير؟ هاي افكها، ايش راح يصير؟ راح يصير 16، 4 تربيع 16 ناقص الاول في الثاني في 2 ار زائد ار تربيع زائد 4 ناقص 4 ار زائد ار تربيع ناقص ار تربيع يساوي لنا 0. جبت الار لهنا، زين فكيت المعادله، اجمع الحدود المتشابهه، راح يصير ار تربيع، هاي ار راحت يا ار، يبقى فقط ار تربيع ناقص ناقص 8 ار، يصير ناقص 12 ار، 16 ب 4 زائد 20 يساوي لنا 0. تنحل بالتجربه، ف ار بآر، بما انه هنا اباوع ار بآر، مره سالب ومره اثنين سوالب، ليش؟ لان شوفوا هنا سالب بسالب بعدين صار الموجب، اذا اثنين سوالب 20، فجايتني بما انه هاي 12 يعني جايتني من 10 ب 2، صح؟ اجي يساوي لنا 0، يؤدي اما ار يساوي لنا 10 او ار يساوي 2. هسه طلعت اني معادلة الدائرة، طلعت النقاط الخاصة بالدائرة وطلعت نصف القطر، زين نكتب المعادلة عندما r تساوي 10، ايش راح يصير؟ راح يصير احنا ايش قلنا المعادلة؟ قلنا h k هي نفسها r r، فايش راح يصير المعادلة؟ راح يصير x ناقص 10 الكل تربيع زائد y ناقص 10 الكل تربيع يساوي لنا 10 تربيع. راح يساوي لنا x ناقص 10 الكل تربيع زائد y ناقص 10 الكل تربيع يساوي لنا 100، وراح يؤدي لنا ايضا اما عندما r تساوي 2 نفس الطريقه، راح يساوي لنا x ناقص 2 الكل تربيع زائد y ناقص 2 الكل تربيع يساوي لنا 4. هاي بالنسبه لمعادله الحل السؤال الاول، هذا بالنسبة لحل السؤال الأول فرع ألف. نجي على فرع باء، راح أحلكم إياه جوا. شوفوا فرع باء شو يقول؟ يقول جد معادلة التكامل 5x تكعيب زائد 4x تربيع زائد 3dx. هذا التكامل سهل، اللي هو 5x تكعيب، ما بفكرة يعني، بس نجزئ التكامل نوزعه على المعادلة dx، هذا فرع باء. اوزع التكامل، راح يصير تكامل 5x تكعيب dx زائد تكامل 4x تربيع dx زائد تكامل 3dx. انا من اسوي التكامل ايش اسوي؟ قلنا نضيف واحد للاس الجديد ونقسم على الاس الجديد، زين ايش راح يصير؟ راح يصير اضيف واحد للاس الجديد، راح يصير 5x اس 4 على 4 زائد 4x تكعيب على 3 زائد 3x زائد c، ثابت c، بس ارتبها يعني اقول وتساوي ان 5 على 4 x اس 4 زائد 4 على 3x تكعيب زائد 3x زائد c يساوي لنا هاي. لهنا انتهى الحل. الطالب اذا ترك هيك حل، حله صحيح ماكو اشكال. هذا بالنسبه لحل هذا السؤال.
نجي على السؤال اللي وراء اللي هو خلينا نشوف يقول ارسم تكون الصورة واضحة. اتمنى الصورة تكون واضحة. الفرع السؤال الثاني ارسم القطع الناقص الذي معادلته 4 اكس تربيع زائد 9 واي يساوي لنا 36. انا اريد ارسم القطع الناقص. قبل لا ارسم القطع الناقص خلينا نكتب المعادلة. نكتب المعادلة. السؤال الثاني فرع الف اللي هو شو بيقول؟ يقول 4 اكس تربيع زائد 9 واي يساوي لنا 36. زين احنا شو نسوي؟ لازم من تجينا هيك معادله لازم نساوي هذا يصير لنا 1. فش نسوي؟ نقسم على 36. ايش راح يصير؟ راح يصير 6 على 4 راح يصير اكس تربيع على يمين على 9 زائد هاي واي تربيع. واي تربيع على 4 يساوي لنا 1. ورا ما سوينا هاي المعادله الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه المن المعادله تنتمي؟ تنتمي الى محور السينات. شوفوا لان هنا الاي اكبر، الاي اكبر، فبما انه الاي هاي اي وهاي بي، اذا تنتمي الى محور السينات. عندي اي تربيع هي من هي؟ هي 9، وهذا يؤدي الى ان اي تساوي 3، وبي تربيع هي 4، هذا يؤدي الى ان بي تساوي لنا 2. زين اذا احنا قلنا تنتمي الى محور السينات يعني تنتمي الى المحور اكس، يعني معناها انه بما انه تنتمي الى محور اكس السينات يعني البؤرة والرأسان ينتمن الى محور السينات. ف في 1 اللي هن الرأسان ايش راح يصير؟ راح يصير اي بصفر، وفي 2 راح يساوي لنا سالب اي بصفر، وراح يساوي لنا في 1 هي 3 بصفر، وفي 2 هي شقد؟ سالب 3 بصفر. زين القطبان اللي هن بي 1 راح يساوي لنا شنو؟ صفر بي، لان القطبان ينتمان الى محور الصادات الواي. بي 2 هي راح يصير صفر بسالب بي، وراح يساوي لنا بي 1 هي عباره عن صفر ب 2، وبي 2 هي عباره عن صفر بسالب 2. نطلع البؤرة. شلون نطلع البؤرة؟ لازم نطلع سي. فمن نطلع سي تربيع يساوي لنا اي تربيع ناقص بي تربيع، يؤدي الى ان سي تربيع راح يساوي لنا اي تربيع هي 9 ناقص 4 راح يساوي لنا 5. انا اريد سي فراح اجذر الخمسة. بما انه قلنا البؤرة تنتمي الى محور السينات الاكس فراح يصير اف 1 هي عبارة عن سي بصفر، واف 2 هي عبارة عن سالب سي بصفر، ويؤدي هذا الى ان اف 1 هي شقد؟ جذر 5 بصفر، واف 2 هي راح يصير شنو؟ سالب جذر 5 بصفر. هسه احنا كملنا اللي الشغلات اللي يريدها لرسم القطع الناقص. الشغلات اللي يريدها لرسم القطع الناقص كملناها. فايش راح نسوي؟ راح نرسم القطع الناقص. يعني ترسم بالمسطرة احسن، بس انا ارسم لكم اياها رسم مبسط. اهم شيء انه اعين النقاط، النقاط اللي عندي اعينهن. ايش عندي النقطة؟ عندي منو؟ عندي 3 بصفر بالسينات، هذا الاكس وهذا الواي، هاي 3 بصفر. بالمقابل عندي شنو؟ عندي هنا سالب 3 بصفر، هذه منو؟ هاي في 1 وهاي في 2. اجي النوبة ايش عندي؟ عندي 2 بي 1 القطبان بي 1، بي 1 هي ايش قد راح تصير؟ هي صفر ب 2، وبي 2 بي 2 هي صفر بسالب 2. زين لان جاي لي ارسم القطع الناقص فلازم ارسمه. اوصل هذا تقريبا القطع الناقص. عين لفد نقطة
اللي هي عبارة عن X و Y على مود أطلع البؤرة. إحنا جذر 5 يعني 4، جذر الأربعة هو 2، فهي 2 وشوية، فهاي F1 اللي هي جذر 5 بصفر، وهاي راح تصير F2 اللي هي من هي جذر سالب جذر 5، سالب جذر 5 بصفر. أنا أخلي هاي النقاط على مود أنه هذه البؤرة. هذا بالنسبة لحل هذا السؤال. هذا أتمنى السؤال واضح، سؤال بسيط يعني ما به فكرة صعبة. نجي على السؤال الثاني، فرع السؤال الثاني فرع خليك أطلع لكم إياه. السؤال الثاني فرع فرع باء. جد النقاط الحرجة 9x للدالة 9x زائد 3x تربيع ناقص x تكعيب. خل أطلع النقاط الحرجة. أني خل أطلع لكم ورقة من السؤال، الصورة واضحة طلبة. زين جد النقاط الحرجة، خلنا نكتبه. نكتب هذا السؤال. هسه هنا واضح السؤال الثاني فرع باء. جد النقاط الحرجة fx يساوي لنا 9x زائد 3x تربيع ناقص x تكعيب. أنا من أريد أطلع النقاط الحرجة إيش أسوي؟ أن أشتق المعادلة. fx فتحة إيش راح يصير؟ 9 زائد 6، 3 في 2 6x ناقص 3x تربيع. هسه أنا اشتقيتها. الخطوة اللي وراها إيش أسوي؟ أصفر المعادلة. أصفر المعادلة، فش راح يصير؟ راح يصير 9 زائد 6x ناقص 3x تربيع يساوي لنا 0. هنا أقسم على 3 أو أقسم على سالب 3. ليش أقسم على سالب 3؟ على مود أرتب المعادلة وياي. فنا هاي التقسيم، هاي راح يصير سالب، هاي راح خلي أكتب لكم إياها بالبداية هيك، راح يصير ناقص 9. من أقسمها ايش راح يصير؟ راح يصير سالب 3 ناقص 2x زائد x تربيع يساوي لنا 0. ارتبها x تربيع ناقص 2x ناقص 3 يساوي لنا 0. رتبت المعادله، هاي تنحل بالتجزئه او بالتجربه، بصير x ناقص 3 هو x زائد 1 يساوي لنا 0. اما x يساوي لنا سالب 3، من راح x يساوي لنا موجب 3 العفو، من اعوضها ايش راح يصير؟ أعوضها بالمعادلة، راح يصير y أو خلينا نكتبها أو x يساوي لنا 1 سالب 1. x يساوي لنا سالب 1، من أعوضها بالمعادلة هنا أعوضها، أعوض عن 3 ايش راح يطلع لي؟ راح يطلع لي 9 في 3 زائد 3 في 3 تربيع ناقص 3 تكعيب. هذه 27 زائد 27 ناقص 27 راح يساوي لنا 0. 27 راح يبقى 27. اذا النقطة الأولى ايش قد راح تطلع؟ من أخلي 3 بالسينات راح يطلع لي 27. هاي النقطة الحرجة الأولى. من أطلع النقطة الحرجة الثانية، من أطلع النقطة الحرجة الثانية راح أسوي بنفس الطريقة، أعوض عن المعادلة ايش أعوض؟ أعوض سالب 1. فمن أعوض y سالب 1 ايش راح يطلع لي؟ راح يطلع لي بالمعادلة هاي راح يطلع لي سالب 9، لأن x في سالب 1 سالب 9 زائد سالب 1 تربيع 3 سالب سالب 1 يبقى سالب 1 راح يصير يبقى سالب، راح يصير موجب 1. زين سالب 1 تكعيب هي سالب 1، وإن ضربت في السالب صارت موجب، راح يصير ناقص 9 زائد 4 وراح يساوي لنا سالب 5. إذا من عوضت السالب 1 ايش طلع لي؟ طلع لي سالب 5. هاي النقطة الحرجة الثانية، هاي النقطة الحرجة الثانية. هذا بالنسبة لحل هذا السؤال. نجي على السؤال اللي وراه، السؤال اللي وراه اللي هو شو يقول؟ يقول السؤال الثالث، جد البؤرة والدليل للقطع المكافئ x تربيع زائد 16y يساوي لنا 0.
زين احنا نريد نطلع السؤال الثالث فرع الف. من اريد اجد البؤره والدليل انا ايش اسوي؟ اول شيء خلي اكتب المعادله. المعادله هي اكس تربيع زائد 16 واي يساوي لنا صفر. الخطوه الاولى تحول الواي الى الجهه الثانيه، يعني تكتبها بهذه الصيغه صح. هاي لمن تنتمي المعادله؟ تنتمي الى محور السادات اللي هي يعني تنتمي الى محور الواي. نقارنها بالمعادله مال بؤره القطع المكافئ اللي عندنا، اللي هي شو تصير؟ اكس تربيع يساوي لنا سالب 4 اي واي صح. ناخذ هاي عم نطلع قيمه الواي، ايش راح يصير؟ راح يصير سالب، نطلع قيمه الاي العفو، سالب 4 اي راح يساوي لنا سالب 16. نقسم، راح نقسم على سالب 4 راح يطلع لي اي يساوي لنا 4. اذا البؤره لمن تنتمي؟ تنتمي الى محور الواي السالب. البؤره لمن تنتمي؟ الى محور الواي السالب. فنقول اف راح يساوي لنا، لان هاي البؤره تنتمي الى محور الواي السالب، شوفوها هاي البؤره، فراح يصير صفر بسالب 4. زين معادله الدليل هاي البؤره. معادله الدليل هي شنو؟ هي واي تساوي لنا اي، يعني اذا موجبه تصير سالبه، واذا سالبه تصير موجبه، اذا يؤدي لنا ان واي يساوي لنا 4، يعني هي عكس البؤره، دائما اشارتها عكس البؤره. هذا بالنسبه لحل السؤال الثالث. نطلع ورقه جديده عن الحل، نكمل بقيه حل الاسئله. اعزائي الطلبه لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس على مود يصل كل ما هو جديد، وان شاء الله احنا مستمرين بتقديم حل الاسئله خاصه مع اقترابنا للامتحانات الوزاريه، وان شاء الله نحل لكم كافه الاسئله، وعندنا ملخصات ايضا راح نحاول باسرع وقت ان ننشرها لكم. عندي جد بؤره فرع باء لتكن داله الكلفه الكليه سي اكس نصف اكس تربيع ناقص 2 اكس زائد 5. جد داله الكلفه يريد من عندي انه اطلع داله الكلفه الحديه واطلع داله الكلفه معدل الكلفه الكليه. موضوع بسيط جدا هذا، يعني ما جايب الاشتقاقات الصعبه. انا ايش عندي؟ خل اكتب المعادله الكلفه الحديه. السؤال الثالث فرع باء، عندي انا سي اكس يساوي لنا نصف اكس تربيع ناقص 2 اكس زائد 5. انا عندي هاي المعادله الثالث الكلفه الكليه. ايش عندي انا؟ المعدل داله الكلفه الحديه اللي احنا نرمز لها ام سي هي معناها المشتقه. اشتق هاي المعادله. هاي المعادله شلون اشتقها؟ هاي نصف ما العلاقه بها في هاي، شو تصير؟ 2 اكس ناقص 2. اشتقيتها، ورا ما اشتقيتها ايش اسوي؟ بس اختصر، فراح يصير ام سي راح يساوي ان هاي راحت ويا هاي، شوف يبقى اكس ناقص 2، اكس ناقص 2. هاي بالنسبه الى داله الكلفه الحديه. داله معدل داله الكلفه الكليه ايش عندي؟ كنا نرمز لها اي سي. اي سي اي سي شو تساوي لنا؟ هي مجرد انه الداله نفسها اقسمها على اكس، مجرد الداله نفسها اقسمها على اكس. ايش راح يصير؟ راح يصير اي سي احنا ايش راح يساوي؟ نقسمها على اكس، يعني نص اكس تربيع ناقص 2 اكس زائد 5، مو المشتقه تقسمون على اليمن على اكس. هنا هيجي اجزئها، يعني اي سي راح يساوي لنا نصف اكس تربيع على اكس ناقص 2 اكس على اكس زائد 5 على اكس. اكو اختصارات الاكس ويا الاكس، يبقى اي سي راح يساوي لنا نصف هاي بقت اكس ناقص هاي صارت 2 زائد 5 على اكس. هاي معدل دالة معدل الكلفة الكلية. زين اعزائي الطلبة، اتمنى انها واضحة، موضوع بسيط وسهل ان شاء الله. نجي هنا عندنا بعد شنو؟ عندنا السؤال الرابع يقول جد قيمة ان اذا كانت ب يساوي لنا 2 وهنا انا ان بيساوي لنا 2. هذا شو نسميه؟ كنا نسميه تبادل. هذا التبادل موضوع بسيط، في قانون احنا بس نحفظ القانون. احنا ايش عندنا؟ ب 2 اس ان يساوي لنا 90. السؤال الرابع
وراء ألف. القانون شو يقول؟ أن هو يريد يجد قيمة N، أريد أطلع قيمة N إيش قد. أنت تعرفون القانون مال دي N يساوي لنا هذا القانون التالي: مفكوك ال N على N ناقص 2. ليش ناقص 2؟ لأن هاي 2 مفكوك يساوي لنا 90. هاي شنو معناها؟ هاي معناها تنكتب بهذه الصيغة، معناها N مفكوك ال N على هاي معناها شنو؟ معناها N N ناقص 2 مفكوك يساوي لنا 90. نرجع هنا خلينا نكتبها مرة ثانية، كتبناها مرة ثانية راح يصير شنو؟ مفكوك N يعني معناها N N ناقص 1 والنوبة N ناقص 2 مفكوك. انتوا تعرفون انه هذه ال N اذا كانت مثلا 9 يعني معناها 9 في 8 في 7 لحد ما اوصل للواحد، فهنا نفس الشيء، فعلى مفكوك N ناقص 2 مفكوك يساوي لنا 90. زين هذا راح يختصر لهذا صح؟ ايش راح يبقى؟ راح يبقى N ناقص 1 يساوي لنا 90. ادخل N ايش راح يصير؟ N تربيع ناقص N يساوي لنا 90. اصفر المعادلة على مود تصير كمعادلة، N تربيع ناقص N ناقص 90 يساوي لنا 0. زين من الخطوة اللي سويناها واضحة، اجي هذا ينحل بالتجزئة، فمرة N ومرة N. التسعين منين جايتني؟ من 9 في 10، من 9 في 10، فعشرة هنا وهنا 9. وخل اشوف منو السالب. شوفوا بما انه اشارة الكبير سالبة اذا يعني هذا سالب وهذا موجب، زين لان هاي راح تطلع لواحد، لان القريب في القريب والبعيد في البعيد خاف ناسيها، فسالب 10 N وهاي 9 N يطلع لي سالب N. فأقول أما N ناقص 10 تساوي 0 ويؤدي إلى N تساوي 10، أو N زائد 9 يساوي 0 ويؤدي إلى N يساوي لنا سالب 9. هذا يهمل دائما، السالب يهمل دائما، السالب يهمل. هذا بالنسبة لحل هذا السؤال. نجي أعزاء الطلبة إلى السؤال فرع باء. عندي فرع باء، شو يقول فرع باء؟ شوف أعزائي خلي الصورة نجي على فرع باء. فرع باء السؤال الرابع فرع باء شو يقول؟ يقول ما العدد الذي إذا أضيف إلى مربعه يكون أصغر ما يمكن؟ ما العدد الذي أضيف إلى مربعه يكون أصغر ما يمكن؟ يجي حله. أول شيء نفرض العدد هو X. السؤال الرابع فرع باء، نفرض العدد هو X. أنا إيش قايل لي ما العدد الذي أضيف إلى مربعة؟ فنقول يعني كون فد معادلة أي شيء نسميها A Y، هاي المعادلة هي X أضيف إلى مربعة يعني زائد X تربيع، لأن مربع العدد شنو هو؟ X تربيع. زين إيش أسوي أنا؟ هاي كتبت المعادلة بهيج حل، بما يقول لي أصغر أو أكبر يعني معناها أكو نهاية صغرى، إذا أصغر أكون نهاية صغرى محلية، وإذا أكبر أكون نهاية عظمى محلية. فأنا شلون أطلع النهاية العظمى المحلية والصغرى؟ لازم أشتق. فأي فتحة X هي 1 زائد 2 X، أصفرها راح يصير 1 زائد 2 X يساوي لنا 0. أصفر المشتق بس راح يساوي لنا 2 X يساوي لنا سالب 1، ويؤدي لنا إلى أن X يساوي لنا سالب 1 ب 2. اعتقد هاي واضحه. انقل الواحد لهناك واسويها، وبعدين اكس صار طلعت. بس اختبر المشتق، هل هذا الحكي مالتي صحيح؟ انا طلعته هذا العدد هو، بس انا لازم اختبره، انا بدي اشوف الحكي مالتي صح او خطا. فانا ايش عندي؟ اقول هاي الصفر، انا عندي هذا سالب 1 على 2، عندي هاي الاشاره سالب 1 سالب 2، وهاي عندي هنا الموجب 1 2 3. ايش اخر؟ هاي الإشارة
وين اختبر؟ اختبر بالمشتقة. اذا تاخذون سالب باعوا مثلا ناخذ سالب 2، سالب 2 ايش راح يصير؟ سالب 4، سالب 4 1 راح يبقى سالب. اخذ هاي النقطة اللي عندي انا، النقطة مالتي اللي هي سالب، اجي هنا انا اخذ مثلا الاثنين الموجب راح يطلع لي شنو؟ موجب. فمن طلع لي موجب هنا موجب هنا، شوفوا ايش راح يصير؟ راح يصير تنزل من هاي النقطة وبعدين تصعد. اذا هي نهاية صغرى محلية، اذا هي نهاية، اقول نهاية صغرى محلية اصغر ما يمكن، هو قايل لي اصغر ما يمكن، اذا العدد هو اكس يساوي لنا سالب 1 على 2. هذا بالنسبة لحل هذا السؤال. نجي على السؤال اللي وراه، يقول السؤال الخامس، السؤال الخامس اتمنى واضح اعزائي الطلبة. جد احداثيات المركز وطول نصف القطر للدائرة التي معادلتها اكس ناقص 4 الكل تربيع زائد واي تربيع يساوي لنا 9، ثم ارسمها. هنا شلون ارسم معادلة الدائرة؟ طلع الورقة. انا ايش اريد هنا؟ لازم اول شيء معادلة الدائرة خلي اكتبها، هي اكس ناقص 4 الكل تربيع زائد واي تربيع يساوي لنا 9. شوف اريد اطلع احداثيات المركز. اول شيء ايش عندي؟ احنا المعادلة الدائرة خلينا نكتب معادلة الدائرة، معادلة الدائرة هي اكس اتش تربيع زائد واي ناقص كي الكل تربيع يساوي لنا ار تربيع، صح؟ زين عندي اتش ايش قد؟ اتش هي 4. كي ايش قد؟ كي هي 0. كي هي 0 ليش؟ لان ماكو كي، باعوا واي تربيع. زين الار هي راح تصير 3 ليش؟ لان الار هي هاي ار تربيع، اذا الار هي 3. طلعت النقاط، فمن اطلع سي، سي هي عباره عن شنو؟ عن اتش بارزه كي، صح؟ المركز مركز الدائره. فايش راح يصير؟ راح يصير ايش قد؟ 4 بصفر وار يساوي لنا 3. ارسم، ارسم الدائره، هاي الدائره هي راح تكون على محور السينات، هاي خل اقول هاي النقطه اللي هي سي اللي هي ايش قد؟ 4 بصفر. ارسمها هاي مركزها، يعني خلي الفرجال هنا أنا. احنا نرسم دائره، هاي الدائره رسمت انا الدائره، صح؟ رسمت الدائره. من رسمت الدائرة ايش قد قطرها؟ يعني قطرها من هنا لهنا نصف القطر عفوا هو 3، هذا ار يساوي لنا 3. هذا بالنسبة لحل هذا السؤال، السؤال الخامس. زين نجي على السؤال الخامس فرع باء، يقول كم عدد مكون من 3 مراتب واكبر من 500 يمكن تكوينه من الارقام 1 2 3 4 5 6 7 اذا كان التكرار الرقم نفسه في العدد مسموح به غير مسموح به؟ شوفوا هذا الاحتماليه، شلون احل الاحتماليه؟ راح احكم يعني جوا بعض. اول شيء شو نسوي؟ شوفوا طالع الصوره، ايه نجي هنا أنا. اول شيء نقول عدد الطرق لاختيار المئات، اول شيء التكرار اذا كان التكرار مسموح به، مسموح به. انا ايش عندي؟ عندي 5 ارقام، 6 من 1 الى 7، هاي الارقام 1 2 3 4 5 6 7. شوف عدد الطرق لاختيار المئات، عدد الطرق اختيار المئات، انتم تعرفون المئات كم مرتبه؟ 3 مراتب. فاني عدد الطرق لازم شنو هو؟ 3 مراتب واكبر من 500. باء اكبر من 500 يعني منو؟ يعني لو 5 لو 6 لو 7 لو 5 لو 6 لو 7 هذا اكبر من 500، فاذا 3 مراتب فقط عندي 3. زين عدد الطرق اختيار العشرات، العشرات مسموح به التكرار، كم واحد هن؟ هن 7، اذا 7 ليش؟ لان مسموح التكرار. عدد طرق اختيار الاحاد ايضا 7 مسموح بالتكرار، فبما ان لان 7 يمكن يتكرر الواحد، يمكن يتكرر السبعة لان مسموح به. فايش اسوي؟ عدد الاعداد، اقول عدد الاعداد اضربهم
عدد الأعداد يساوي لنا 3 في 7 في 7. 21 في 7 21 في 7 7 في 1 7 174 147 عدد. زين، إذا التكرار غير مسموح به، التكرار غير مسموح به، ايش راح نسوي احنا؟ المئات نفسها تبقى، لان انا عندي بس ثلاث ارقام يمكن ان يكون اكبر من الخمسمية. عدد طرق اختيار المئات هي شقد؟ هي 3. عدد طرق اختيار العشرات ايش راح يصير؟ راح يصير 6. ليش؟ لان التكرار ما مسموح به، التكرار ما ينقص رقم عن هذا الرقم، لان هن 7، واحد راح للمئات بقى 6. عدد طرق اختيار الاحاد راح ينقص 2، واحد راح للمئات وواحد راح للعشرات راح يصير 5. عدد الاعداد راح يصير 3 في 6 في 5، 3 في 5 15، في 6 90 عدد. زين، هذا بالنسبه لحل هذا السؤال. نجي على السؤال اللي وراه. السؤال أعزائي الطلبة، السؤال السادس، السؤال السادس عندي فرع ألف. شوفوا السؤال السادس فرع ألف، يقول جد مساحة المنطقة المحددة بالدالة اف اكس يساوي لنا اكس تربيع ومحور السينات والمستقيمان اكس يساوي لنا 1 واكس يساوي لنا 3. بالمناسبة من يجيكم هيجي سؤال يعني هذا تكامل، من يقول لك جد مساحة المنطقة المحددة يعني تكامل، فأجي خل أكتبها أعني f x يساوي لنا x تربيع، يعني هذا تكامل مستقيمان، يعني x يساوي لنا 1، يعني الفترة تكامل محدد، يعني هذا من 1 إلى 3. خل أشوف الصفر ينتمي إلهن لو ما ينتمي. أول شيء أسوي؟ أقول x تربيع، هاي دائما أسويها، x تربيع يساوي لنا 0، يؤدي إلى أن x يساوي لنا 0. فش راح يصير؟ راح يصير اذا الصفر شبيه لا ينتمي الى الفتره 1 و3، على مود ما اجزئ التكامل. زين، لان اذا طلع رقم ورا ما صفرت وطلع هنا مثلا 2 او 1.5 لازم اجزئ التكامل، يعني اسوي الفتره. فالمساحه اي ايش راح يساوي؟ راح اخلي مطلق على مود خاف يطلع سالب، لان ماكو مساحه بالسالب. تكامل من 1 الى 3 x تربيع دي x. زين، ويساوي لنا تكامل هذا ايش راح يصير؟ مطلق x تكعيب اضيف 1 واقسم على s الجديد من 1 الى 3. هذا بالنسبه الى التكامل، ماكو سي، اجي مره اعوض ال 3 والنوبه اعوض ال 1، فاقول مطلق 3 راح ايش يصير؟ 3 في 3 في تكعيب راح يصير 27 على 3 ناقص 1 تكعيب على يمن على 3. زين، هذا بالنسبة اللي سويناه منها. صار هناش عندي هذا بين قوسين، هذا بين قوسين، 27 على 3 راح يطلع لي 9، 9 ناقص 1 على 3. زين، او تقدر تخليه هيجي بدون تختصر على مود اسهل لك، لان هاي راح يصير هيك، راح يصير 27 على 3 بالمطلق ناقص 1 على 3. المقامات متشابهه، راح يصير مطلق 26 على 3 وراح يساوي لنا 26 على 3 يونتس، يونت تربيع يعني وحده مربعه. زين، هذا بالنسبه لحل هذا السؤال. السؤال اللي ورا يقول جد مناطق فرع باء، يقول جد مناطق التقعر والتحدب، جد مناطق صورة شوية وضحتني اياها، جد مناطق التقعر ونقاط الانقلاب للدالة اف اكس 2 اكس تربيع ناقص 4 اكس زائد 5. انا من عندي اف اكس يساوي لنا 2 اكس تربيع ناقص 4 اكس زائد 5. من عندي اني، شوفوا، من عندي يريد مناطق التقعر ومناطق التحدب ويريد نقاط انقلاب، يعني معناها اني لازم اشتق المشتقة الثانية.
اول شيء ايش اسوي؟ اشتق المشتقه الاولى. فالفتحه اكس ايش راح يساوي لنا؟ مشتقه هاي راح يصير 4 اكس ناقص 4، صح؟ هاي المشتقه الاولى. لو قايل لي مناطق التزايد اشتغل هنا، أنا ما قايل لي مناطق التزايد، اريد نقاط الانقلاب، اقول المشتقه الثانيه للاكس ايش راح يساوي لنا؟ راح يساوي لنا 4. شوفوا هنا توقفت بعد ماكو احد، صح؟ بما انها موجبه، بما انها موجبه، اذا الداله مقعره. اذا الداله شبيهه مقعره في مجالها، الداله مقعره في مجالها، ولا توجد نقاط انقلاب. تطلع سالبه، لان ما عندي اكس حتى اعوض صفر وادي اكمل، تطلع سالبة أقول دالة محددة في مجالها ولا توجد نقاط انقلاب. هذا خلص السؤال فرع جيم. السؤال الأخير، جد معادلة القطع الناقص الذي يقطع من المحور واي، خلنا نشوفه هذا. جد معادلة القطع الناقص الذي يقطع من المحور واي جزء طوله 20 وحدة ومن المحور اكس جزء 10 وحدات. شوفوا احنا شنو نطلع طول المحور الكبير وبعدين نطلع طول المحور الصغير. انا هنا ايش قايل لي؟ قايل لي واي 20 واكس 10، واي 20 واكس 10. شوف جزء طوله 20 وحده ومن المحور اكس جزء 10 وحدات. فش عندي؟ عندي 2 اي، 2 اي شو يساوي لنا؟ يساوي لنا 20. نطلع طول المحور الكبير، صح؟ طول المحور الكبير. هنا انتبه، هنا معادلة القطع الناقص راح تكون على محور الصادات على الواي. ليش؟ يعني المحور الكبير هو قايل لي واي جزء طوله 20، فايش راح يصير؟ اي ايش راح اساوي؟ قسم على 2 طلعت لي 10. بنفس الطريقة اريد اي تربيع، هي ايش قد؟ هي 100، صح؟ اطلع بي، بي منو؟ 2 بي راح يساوي لنا 10، صح؟ المحور الصادات السينات العفو اكس. فبي بي هي راح تساوي لنا 5، بي تربيع هي راح تساوي لنا ايش قد؟ 25. انا ايش قلت؟ قلت على من تنتمي؟ على محور الصادات، وهو قايل لي من المحور واي 20، يعني المحور الكبير صاير على من؟ على محور الصادات. فايش راح تصير المعادله؟ راح تصير المعادله اكس تربيع على بي تربيع زائد واي تربيع على اي تربيع يساوي لنا 1، صح؟ فالمعادله ايش راح يصير؟ اكس تربيع ايش قد؟ اكس تربيع العفو بي تربيع ايش قد؟ 25 زائد واي تربيع على 100 يساوي لنا 1. هذا كل ما موجود اعزائي الطلبه في حل اسئله ماده الرياضيات الامتحان التمهيدي اللي جرى قبل شهر تقريبا. واتمنى اعزائي الطلبه اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس ليوصل الفيديو الى اكبر عدد من الناس حتى يشاهدونه، خاصة الطلاب المقبلين على الامتحانات الوزارية للفرع الزراعي. اي سؤال او استفسار يمكن كتابته لي بالتعليقات، وان شاء الله اذا صار عندي مجال انا اجاوبكم. وهناك الكثير من الملخصات اللي تهم الفروع المهنية راح ان شاء الله ننشرها في الايام القادمة. شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.